السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مسارات. مفاجئة العالم وبعمليات نوعية رسمت واقعا سيبدو مختلفا ما بعد 7 من تشرين الأول عما قبله، ومن خلال حجم الخسائر والتكتيك الذي استخدمته المقاومة الفلسطينية تبدو غزة اليوم محور حديث العالم، بل ومحور تغيير في موازين القوى وعنوانا مختلفا في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هل امتلكت غزة والمقاومة خياراتها في تحديد شكل العملية وأهدافها؟ ما هو شكل العلاقة اليوم ما بين الفصائل الفلسطينية المقاومة والعالم؟ وأي مصير ينتظر حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بعد هذه الإخفاقات في غزة؟ هذه المحاور وغيرها نطرحها اليوم على ضيوفنا بالاستوديو، معالي الدكتور محمد أبو رمان، أستاذ العلوم السياسية في كلية الأمير حسين بن عبد الله الثاني في الجامعة الأردنية، وسعادة الأستاذ عريب الرنتاوي الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز القدس للدراسات السياسية. أهلا ومرحبا بالضيوف الكرام. أهلا وسهلا، يا حي الله. بداية دكتور محمد أبو رمان، اليوم بأبرز تطور كان إعلان الحرب من قبل إسرائيل والحكومة الإسرائيلية. بداية، ماذا يعني إعلان الحرب؟ يعني مساء الخير لك أولا والسادة المشاهدين. إعلان الحرب إعلان حرب وليس إعلان عملية عسكرية، تمام. وبالتالي نحن دخلنا في مرحلة جديدة، وواضح تماما أنه إحنا نتحدث عن ما حدث سابقا هو الفصل الأول، والفصول التالية قادمة ستكون لها استحقاقات سياسية، ورح تكون لها استحقاقات أمنية، ورح تكون لها استحقاقات عسكرية. ودخلنا في مرحلة الآن صياغة السيناريوهات للمرحلة القادمة، إلى أي مدى سيكون رد فعل الكيان المحتل، ما هي خيارات، ما هي السيناريوهات، ما هي الأهداف الاستراتيجية للحرب، ماذا يريد، إلى ماذا يريد أن يصل، هل سيذهب باتجاه ما ادعاه بعض قادة إسرائيل من أنه إزالة حماس أو إلغاء كينونة حماس في غزة، مقصود فيه طبعا حكم حماس، ولا وهذا يعني قد يعني عملية برية واسعة النطاق، أم سيكون هنالك السيناريو المعتاد ولكن أكثر إيلاما وتوجيعا لحماس وسكان غزة ودفع الثمن مضاعف عما سبق نتيجة العمليات الجوية العسكرية وربما عمليات جراحية كوماندوز تكون هنالك في يعني، وكيف ستتعامل المؤسسة العسكرية في إسرائيل مع المأزق الاستراتيجي اللي وقعت فيه اليوم. إحنا نتحدث عن عدد كبير جدا من الأسرى في أماكن غير معروفة، وبالتالي فيعني هذه هي الأسئلة أنا بعتقد في المرحلة القادمة. طبعا على الطرف المقابل هناك أسئلة متعلقة، ماذا في جعبة حماس؟ صحيح. بعد هذه المفاجآت المدوية الهائلة الكبرى، هذه العملية غير المسبوقة اللي قلبت كل المعادلات، هل ستكون هناك أيضا يعني استعدادات مساوية لها مش شبيهة بها على صعيد رد الفعل على الحرب، إعلان الحرب الإسرائيلية؟ على الصعيد الإقليمي هنالك تداعيات، على الصعيد الدولي هناك تداعيات، كله راح ندخل يعني سنتحدث فيه الآن إذا قدرنا نحكي فيه لاحقا. لكن بالتأكيد يعني الفكرة الرئيسية احنا بنحكي عن الدخول في مرحلة جديدة مختلفة تماما عن المراحل السابقة. تمام. أستاذ عريب، يعني بنفس السؤال وكما تحدث الدكتور، مرحلة سيكون لها ما بعد إعلان الحرب، لم تعلن إسرائيل الحرب يمكن منذ 73، هذا من 73 أعلنت اليوم هذا الإعلان. ما المقصود داخل إسرائيل بإعلان حرب؟ لما دولة بتعلن حالة حرب يعني ذلك أن هناك صلاحيات شبه مطلقة للإطار السياسي وللإطار العسكري في تعطيل مختلف مناحي الحياة خدمة لهدف الحرب، في توظيف مختلف الموارد خدمة للحرب. ما حدا بيقدر يقول للجيش الإسرائيلي هذا فوق الموازنة المرصودة لإلك الآن، هذا فوق التصور اللي كنا حاطينه في الكنيست لمصروفات الجيش الإسرائيلي إطلاقية. كل شيء يصبح الآن في خدمة المعركة، في خدمة الحرب، يعني بمقدورته أن يعطل الآن أي قطاع
أن يفعل ما يشاء بهذا البلد في حالة حرب. يعني هذا يعني في حالة عملية عسكرية لا، يعني أنت خرجت العملية أولا بدهاش قرار من الكنيسة. أنا رأيي بنيامين نتنياهو ارتكب مخالفة لقانون الأساس في إسرائيل. أولا حالة الحرب يجب أن تقرها الحكومة مش الكابينت، ولأنه عنده حكومة من زعران وعديمي خبرة وقطاع طرق زي بن كفير وسموتريتش آثر أن يتخذ القرار. الكنيسة بكرة بده يناقش الموضوع، لأنه المفروض مجلس الوزراء والكنيسة اللي بيعلن حالة الحرب بهذا المعنى. لكن هو نط عن قفز عن كل هذا الموضوع وذهب مباشرة إلى هذا المسألة. على أي حال هذا يعني أنه إحنا أمام مرحلة طويلة نسبيا من المواجهات، وأنه ليل غزة سيكون طويلا يعني وقاسيا. ليست هذه الليلة المقصود، ليالي غزة القادمة بهذا المعنى. إسرائيل ضربت في الصميم، كبرياءها مسح بها الأرض، مرغت أنوفهم بالوحل في غزة، انتهكت كل هذه الستيروتايبس حول السوبرمان الإسرائيلي، المخابرات الإسرائيلية، الاستخبارات العسكرية، الموساد، الجدار. آخر دفعة في الصرف على الجدار كلف الجدار مليار دولار. آخر دفعة آخر دفعة كانت لتطوير الجدار الذي المزود بكل أجهزة الاستشعار والكاميرات والأسلحة ذاتية الإطلاق، يعني بدهاش حتى قرار بشري بهذا المعنى. وجود مجسات كل هذا انهار في يعني في ساعات قلائل. إسرائيل كانت في صدمة لست ساعات سبع ساعات مش عارفة شو اللي عم بيصير. لم يخرج مسؤول إسرائيلي إلا بعد ست ساعات من الحرب ليقول الإسرائيليين أننا في حرب وأننا سننتصر. هذا ما فعله نتنياهو في اجتماع الكابينت. هذا كله أمر غير مسبوق في التاريخ، الصراع ليس الفلسطيني الإسرائيلي والعربي الإسرائيلي كذلك، هذا كله غير مسبوق. لذلك هم بحاجة ماسة، والأمريكان قالوا، بلينكين اليوم قالها، أنه إسرائيل بحاجة لبعض الوقت وبعدين يعني بنشوف شو ممكن نحكي في موضوع المفاوضات وغير ذلك. بالتأكيد شو الوقت هذا؟ وقت لترميم ما تهشم من هذه الصورة، لاسترداد بعض الثقة، لتقديم صور بديلة تعادل الصور اللي بثتها حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة، وهي صور مرعبة بالنسبة للرأي العام الإسرائيلي، صور كارثية لم يكن في أسوأ كوابيسه الرأي العام الإسرائيلي يتخيل أنه سيأتي يوم يشاهد فيه مثل هذه الصور. يعني لذلك أنا بعتقد يعني فكرة إعلان الحرب نوع من الرسالة الموجهة أساساً للرأي العام الإسرائيلي، لطمأنة الرأي العام الإسرائيلي، للقول للرأي العام الإسرائيلي بأنه لديكم حكومة قوية. أما بالنسبة لغزة فمش مشكلة بالتسميات، ما هي العمليات السابقة كانت كارثية على غزة كذلك، ولو قصفوا ودمروا وسموها عملية عسكرية شو حتفرق عند أهل غزة؟ ليس الفرق بالعنوان لديه، لكن هي رسالة للشعب الإسرائيلي أن حكومتكم ذهبت إلى الحرب لأول مرة من 50 سنة ثأرا لكرامتكم وفي مسعى لاستعادة الثقة بالجيش الذي لا يقهر والذي قهر ومرغ أنفه بالتراب على أبواب غزة، ومحاولة إعادة بناء الصورة ما أمكن بهذا المعنى. هذا المقصود بالحرب أنا في ظني. يعني حتى الساعة دكتور محمد يعني تحدثنا عن فكرة أو ماذا يعني إعلان الحرب، لكن حتى الساعة العملية التي قامت بها الفصائل المقاومة وتحديدا حماس ما زالت جارية. إذن لم تكن عملية فقط، يمكن كانت صدمتها بالساعات الست أو السبع الأولى، لكن حتى ما يتوارد بالأخبار أنه حتى هذه اللحظة عناصر حماس والمقاومة موجودين خارج غزة، وهنالك عمليات في بعض المستوطنات حتى الآن قائمة بين حماس وإسرائيل. إذا عدنا لساعات مضت، هذه العملية التي قامت بها حماس والتي وصفت من الجميع وأنت وصفتها قبل قليل بالمفاجأة المدوية، ماذا نقول عن هذه العملية بنقاط محددة دكتور أحمد أبو رمان؟ والله أنس أعتقد أنه قيل ما قيل في العملية. صحيح. صراحة خلال اليومين الماضيين العالم العربي والعالم كله وكل المحللين والإعلاميين انشغلوا بشكل كبير جدا جدا في الحديث عن ما أحدثته هذه العملية من تحولات بنيوية في المعادلة، مش فقط
المعادلة الصراع العربي الإسرائيلي، إن كان ظل هناك صراع عربي إسرائيلي صحيح، ولكن في معادلة النظام الإقليمي الجديد الذي يفترض أنه يتشكل. هذه قلبت الكثير من الموازين وقلبت الكثير من المفاهيم حتى على صعيد مفهوم الحرب نفسه. تمام. هنالك تغييرات كبيرة، وفي المنطقة اليوم تلفت الانتباه لدور الفاعلين غير من غير الدول، بمعنى الحركات اللي انت ما بتحكي عن جيوش كتائب القسام أشبه بالجيش النظامي، ولكنه بتعريفات السياسية ليس جيش نظامي بالمعنى الاحترافي لهذه الكلمة، لكن يعني فبالتالي أنت بتتحدث عن متغيرات هائلة عم تحدث في المنطقة وعم تتكرس بشكل جديد، وعن صراع على تشكيل قواعد اللعبة في المنطقة. أنا بعتقد ما يعني لن نضيف جديد إذا تحدثنا عن حجم الاختراقات الهائلة التي حدثتها العملية العسكرية لحركة حماس، والمفاجأة المدوية، والبعض وصف أنه فوق الاستراتيجي، مش فقط استراتيجي، لا هي عملية فوق الاستراتيجية. إنما من المهم اليوم أنه ننزل مثل ما حكى عريب على الأرض ونشوف المرحلة القادمة، نشوف إيش تداعيات القادمة، نشوة النصر عند كل إنسان عربي، نشوة الفوز، الشعور بالفخر بما قامت فيه حماس، كل هذه الأمور جميلة ومهمة، لكن لازم نقرأ الواقع في المرحلة القادمة بشكل أنه نقدر نفهم شو اللي حيصير في المرحلة القادمة على صعيد السيناريوهات العسكرية وتطوراتها، على صعيد المعادلة الفلسطينية الداخلية صحيح، على صعيد السياسات الإسرائيلية، وعلى صعيد الوضع المنطقة أيضا. وإحنا كمان معنيين في الأردن كيف نقرأ تمام. ما حدث ويحدث في المرحلة القادمة. هاي أنا بعتقد صياغة الأسئلة المطلوب منا أنه إحنا نحاول نقرأها في المرحلة القادمة عشان نعرف نرتب أمورنا وملفاتنا بشكل كبير. الآن تجاوزنا جزء كبير 80-90% من المفاجأة المدوية، العملية العظيمة اللي صارت، الانهيارات الكاملة اللي صارت في إسرائيل. علينا أن نبدأ بقراءة التداعيات. أيوة، خلينا نشوف اليوم شو هو رد الفعل الإسرائيلي، ماذا نتوقع منهم، شو هي الأدوات، ما هو المطلوب من العالم العربي، من الأردن، مصالح الاستراتيجية الأردنية، الأمن الوطني الأردني، ما هو المطلوب للتعامل مع المرحلة القادمة، ماذا نتوقع على العديد من المسارات، وهنالك العديد العديد أنا أعتقد من الأسئلة التي تستحق اليوم النقاش والمراجعة. تمام، ولعلني أبتدأ بجزء من هذه المحاور بالمحور الأول بتأثير هذه العملية على السياسات الإسرائيلية بشقين، الشق الأول بقصة مدى الرد، وبالشق الثاني على الوضع الداخلي فيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية. لكن بداية عن مدى الرد، توقعاتك أستاذ عريب جراء معرفتك واطلاعك على الشأن الإسرائيلي والفلسطيني. طبعا بدي استعير عبارة من زميل الصحفي في وصف ما جرى، إنجاز يرقى إلى مستوى الإعجاز. هذا ما حصل في غزة، وهو نصر مركب، نصر استخباراتي. أولا استطاعت حماس أن تدير لعبة خداع استراتيجي لم تستطع لا إسرائيل ولا المخابرات المصرية المولجة بغزة ولا CIA ولا الأقمار الصناعية ولا بيجاسوس ولا أجهزة التنصت أن تكتشف ما كان يجري في قطاع غزة. هذا إعجاز، هذا أولا. هو نصر عسكري، لما أنت بتطلق وجبات هائلة من الصواريخ في أول 20 دقيقة وبتدخل 1000 مقاتل ل50 موقع محاذي لغزة، هذا إعجاز، وبتدمر السور والجدران وإلى آخره، هذا إعجاز شبيه بما حصل في أكتوبر 73. تستخدم التشويش، تعطل الحرب السبرانية صحيح، هذا إعجاز ثالث في هذه الحرب، التشويش، التضليل، التعمية إلى آخره، الاتصالات، اختراق المعلومات، الداتا اللي متوفرة لدى حماس عن الأهداف اللي اقتحموها، هذا إعجاز ثالث. الإعجاز الرابع الحرب الإعلامية والنفسية، أنت لأول مرة تنقل سلاح الإشاعة أو الشائعة إلى الداخل الإسرائيلي. إحنا طول عمرنا ضحايا هذه الشائعات في حروبنا مع إسرائيل، نص تهجيرنا تم بفعل الشائعات، استخدمت هذه المرة بالداخل الإسرائيلي بسبب المجازر التي اقترفتها إسرائيل. أنت الآن في وضع انقلاب المشهد وانقلاب الصورة بكل معنى الكلمة. هذا كله أنا في تقرير رح يتوج بعد ما تصمت المدافع بلجنة أجرانات 2 أجرانات 1، لجنة تحقيق اللي شكلتها إسرائيل في بحث التقصير في حرب أكتوبر. أنا بعتقد رح نكون أمام لجنة شبيهة، ورح يدفع ثمنها المستوى الأمني والعسكري والسياسي في إسرائيل.
من مدير الاستخبارات للموساد لرئيس الأركان للحكومة الإسرائيلية رح وأنا لا أستبعد أن يكون هذه المحطة الأخيرة في قطار نتنياهو. الآن في محاولة لإعادة تشكيل الحكومة الآن في إسرائيل وفي دفع أمريكي وعربي وإقليمي ودولي والآخر أنه يا أخي طلع هالمجانين ويعملوا حكومة طوارئ يعني أو حكومة وحدة وطنية بسموها. المعارضة تريدها حكومة تكنوقراط بلا برنامج سياسي لأنه فيش مشتركات مع نتنياهو ومؤقتة تمهد لانتخابات بعد الحرب مبكرة. هذا بالنسبة لنتنياهو ليس خيارا وبالتالي كل هذه الضغوط حتى الآن لم تصل إلى مطرح، لكن لا يمكن استبعاد هذا السيناريو كليا في هذا الموضوع. لكن أعتقد أن هذا يعني تطور سينشأ أزمة، هذه الحكومة ستتعمق، مصير نتنياهو السياسي أعتقد على المحك وربما كما قلنا هذه المحطة الأخيرة. النقطة الثانية، قل لي بالله عليك من سيقنع المستوطنين في غلاف القدس وجنوب إسرائيل بالعودة إلى أماكنهم بعد الآن؟ وهذا أمر مهم، يعني هذا اللي شاهدوا صور التهجير على الأرض ودق الباب، جرس صحيح. الباب عليه فطلع لقى مقاتل من حماس وبعدين أخذوا فتح الشباك لقى سيارات حماس بتكزدر في المستوطنات. هذا كيف بده يرجع بعد؟ كيف بده يأمن؟ كيف بده يطمئن؟ أنا بعتقد هذه قضية ثانية. قضية ثالثة، إحنا المعركة ما زالت في بواكيرها، وهذا صحيح يعني بداياتها 36 ساعة 37 ساعة المعركة. ما الذي سيحدث على الجبهة الشمالية؟ هذا إذا ما أخذناش هذا العامل بنظر الاعتبار عندنا مشكلة. حزب الله أنا كنت متوقع تقديري سابقا امبارح أنه حزب الله رح يرجأ لتكتيك الصواريخ اليتيمة مجهولة النسب، يتيمة الأب والأم، ويقولون فلسطيني غاضب، فصائل فلسطينية متذمرة أطلقت كم من صاروخ. حزب الله بعث برسالة مباشرة، أطلق قذائف على كفار شوبة ومزارع شبعة وألحقها ببيان رسمي، وتكررت العملية وأرسل طائرة مسيرة، وكان واضح أنه هذه نفعل ذلك لأنه هذه أراضي لبنانية محتلة ونتضامن بها مع الشعب الفلسطيني في غزة. والمخابرات المصرية نقلت للإسرائيليين امبارح أنه لديها معلومات، أعتقد أبلغوها حزب الله للمصريين في بيروت، لدينا معلومات أنه حزب الله سيلتحق بالمعركة إذا حصل دمار كبير أو ضحايا كبيرة في قطاع غزة. إذا فتحت الجبهة الشمالية، ده ذكرك أنس، تفضل، إحنا قبل أشهر وسنوات بنتابع تدريبات حزب الله على نقل المعركة للمستوطنات في الشمال، مظبوط صحيح. فإذا بنا نفاجأ بأن المعركة الفلسطينيين نقلوا المعركة لمستوطنات الجنوب، وأنا بعتقد قدرات حزب الله لا تقارن بقدرات حماس. حزب الله لديه من القدرات ما يفوق بكثير قدرات حماس بكثير، عنده خط شريان إمداد مفتوح من قزوين لشرق المتوسط. حماس شو عندها؟ حماس جزء كبير مما فعلته صناعة ذاتية صنع في غزة، نحن عارفين الطوق المحكم حول حماس، عارفين الطوق المحكم حول حماس. هذا رح يكون عامل انقلاب في المشهد الثاني، جيم تشينجر، إذا دخل حزب الله على الخط. اليوم في معلومات لم يجري تأكيدها من أي مصادر يعني دقيقة، لكن في معلومات أنه في عم تتجمع بعض القوى والجماعات والميليشيات مقابل جبهة الجولان المحسوبة على إيران، يعني حتى نحكي بصريح العبارة يعني شايفي. هل هؤلاء يتجمعون استعدادا ربما للدخول على الخط ثأرا للضربات الإسرائيلية التي لا تتوقف عليهم وعلى سوريا، ولا القصة مرتبطة بالصراعات في سياق الأزمة السورية الداخلية؟ هذا أيضا عامل ثاني. إذا قد يكون من المبكر الآن القول كيف ستنتهي هذه المعركة، لكن التكتيك الإسرائيلي الآن بتركز حول نقطتين، تفعيل استراتيجية الضاحية الجنوبية في غزة. استخدمت هذه الاستراتيجية إسرائيل في حرب 2006 مع حزب الله، دمرت مسحة الضاحية الجنوبية مسح، وأنا يعني ذهبت إلى الضاحية وفي بيوت كانت في العمق الداخل صارت مطلة على البحر، يعني في أصحاب بيوت صارت نوافذهم على البحر. تمام، أنا أستاذ عريض مسحوها. أنا بعتقد هذا جانب، والجانب الثاني تفعيل سلاح الاغتيالات. طيب أنا كيفية الرد راح نحكي فيه بعد قليل، لكن الآن بس بنضم لنا الدكتور أحمد رفيق عوض
من رام الله وهو رئيس قسم الدراسات في جامعة القدس. دكتور أحمد أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. أهلا. يا أهلا دكتور. دكتور بداية لابد أن أتساءل معك بداية أبرز التطورات حتى اللحظة دكتور أحمد. آخر التطورات هو أنه إسرائيل مستمرة بغاراتها المتوحشة على قطاع غزة وبالذات الجزء الشرقي من القطاع بما تسميه الحزام الناري. واضح أنها تدمر هذه المساحة تدمرها تماما بحيث أنها تضمن عدم وجود المقاومة وأيضا تبعد المقاومة عن دعم المقاتلين اللي هم في المستوطنات داخل الحدود 48. وعمليا واضح الخطة بشكل العام، الخطة الإسرائيلية أقصد، هو تدمير قطاع غزة، تدمير البنية التحتية، ضعف قدرات المقاومة الفلسطينية من أجل إخضاعها وإركاعها وجرها للتفاوض أو حتى للاستسلام. وبالتالي هذا هو اليوم الأبرز، يعني هذا الحدث الأبرز. طيب دكتور سامحني، ما ذكرته ليس بجديد على السياسة الإسرائيلية، لكن اليوم ماذا قد يكون الجديد أمام تصريحات وقرار إسرائيل بإعلان الحرب؟ هذا يعطيها المساحة الكبرى لعمليات كبرى واستنزاف اقتصادها وأنه يكون هناك حالة طوارئ إلى آخره. لكن إذا يعني إذا سمحت لي أضيف فضل. شو اليوم صار؟ اليوم صار إنه أمريكا عمليا تتصدر المشهد، وإنه هي العملية بتدافع عن إسرائيل وتعطيها كامل الحرية وتسقط على الفلسطينيين فكرة إنهم متساويين في الإنسانية مع أي حدا، وتعطي إسرائيل كامل الحق في إذا تنكل بالفلسطينيين تفعل بهم ما تريد. وهذا أيضا تطور كبير إنه تسقط أي شعارات، تسقط الوجوه والأقنعة. وأيضا إنه هذه أمريكا تريد أن ترسل مساعدات لإسرائيل، هذا يدل على هشاشة إسرائيل على فكرة. هذا يعيد التفكير بدور ووظيفة إسرائيل في المنطقة وأهميتها للإقليم، خاصة أن هناك في علاقات تنامى ربما بمجانية. بالإضافة إنه المسألة الأبرز كفار عزة وغيرها، ولكن كفار غزة مهمة، إنه المقاومين الفلسطينيين لم يعودوا إلى قطاع غزة، ما زالوا يقاتلون في الداخل في حدود 48. صحيح حتى هذه اللحظة. صحيح. هذه خطة أيضا، إنه هل نتحدث هنا عن استرداد إذا بدك بين قوسين. قيل لي هذا يعني ربما لا أدري كم هو صحيح، قيل لي إنه رفعت الأعلام أعلام فلسطينية في الداخل على هذه المستوطنات. إذا هناك خطة أيضا للمقاومة، خطة. وأعتقد أنه عندما قررت حماس أن تذهب إلى هذا الهجوم بهذه السعة والشمولية والإرادة والشجاعة، واضح أنه عندها خططها، واضح أنه عندها يعني خطة لمقابلة أو الرد على الرد الإسرائيلي والصمود بشكل أو بآخر، وأيضا الاعتماد. واضح أنه هناك في اعتماد أو تنسيق أو تفاهم مع أصدقاء أو حلفاء مختلفين أو محتملين في جبهات مختلفة. طيب دكتور، ما الوضع لديكم بالضفة والقدس؟ الضفة والقدس صحيح أنه يعني الأوضاع متوترة جدا جدا. هناك هجومات على الحواجز، على نقاط عسكرية، إما بالأسلحة النارية أو بالزجاجات الحارقة. هناك شهيد في أريحة قبل قليل سقط شهيد رحمة الله عليه. هناك 7 شهداء يوم أمس. الضفة الغربية يعني تشهد توترا منذ أوائل هذا العام وقبله. وصحيح. الضفة الغربية حقيقة إغلاقات الحرم الإبراهيمي، يعني اقتحامات القدس مستمرة. صحيح. إسرائيل بغبائها وقصر سياساتها وسياساتها الشعبوية والقصيرة المدى، على فكرة مش عندهم قيادات استراتيجية، يعني ستيتمن راحوا، رجالات الدولة راحوا، هذولا صغار بدون شعبويين بدون قدرات ولا إلى اللي بدي أقوله، إنه السياسات هاي الغبية خلت بالنسبة لهم جبهة هادئة جدا اللي هي الضفة الغربية أن تكون هي الجبهة الأكثر سخونة حتى طبعا الانفجار اللي صار في غزة. دكتور أحمد رفيق عوض رئيس قسم الدراسات في جامعة القدس كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. شكرا لك مرة أخرى. دكتور أحمد أبو رمان، بحديثنا بتأثير هذه العملية المتواصلة على السياسة الإسرائيلية بشقيها، يمكن الأستاذ عريب قطعته قبل قليل بقصة
مدى الرد وسنتحدث عنه بالتفصيل بعد قليل، لكن بداية تأثيره على شكل الحكومة الإسرائيلية، بداية تأثيره بتوقعاتك وتحليلاتك سيكون بهذه العملية ستؤدي إلى مزيد من التماسك بشكل الحكومة الإسرائيلية أم تؤدي إلى شكل جديد لهذه الحكومة؟ سؤال مهم، بس خليني أرجع على نقطة أنا بعتقد مفصلية في كل الحديث اللي متحدث عنه. فضل. هنالك نصر عسكري كبير، هنالك إنجاز هائل، لكن السؤال من سيستثمر في هذا الإنجاز؟ من سيستثمر سياسيا في هذا الإنجاز باعتقادك؟ أنا بعتقد الكل سيحاول أن يستثمر. هسا رح نرجع للسؤال الآخر التالي المرتبط فيه، ما هي أهداف الاستراتيجية لحركة حماس لما قامت بهذه العملية؟ تمام. لكن أنا إذا بقيت حالة الشقاق والنزاع ما بين الصعيد العسكري الذي تم وجرى فيه والصعيد السياسي الرسمي الفلسطيني والصعيد السياسي الإقليمي العربي، إسرائيل ستحاول أن تستثمر بشكل كبير. والمثال اللي ضربه الضيف من القدس من رام الله مثال مهم، انه اليوم اسرائيل اخذت ضوء اخضر من الامريكان في قضيه التعامل مع العمليه حماس في غزه، وعم بتروج في المجتمع الدولي. وشفت اليوم التصريح اللئيم من مارتن اندكس انه هذه 11 سبتمبر الإسرائيلية، وهذا التشبيه خطير جدا، بيبني سردية مرعبة بالنسبة لنا لموقف المجتمع الدولي، وكأنك تطلق يد إسرائيل وبالتالي نعم فيما تفعل. بالتالي هذا يعودنا أنا ما هي حماس، لماذا قامت بهذه العملية؟ هذا السؤال المهم أنس، بناء عليه بنشوف شو بتتصير ترتيباته. طيب بدك تعيدني بهذه الجزئية؟ هذا السؤال المهم، تمام. هذا السؤال الجوهري، هذا السؤال الرئيسي، تمام. أنا بعتقد وسنعود للسياسة الإسرائيلية الداخلية، لابد أنه نفهم عشان ما احنا نفهم، لابد أنه نفهم قرار حماس ال 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 هو قرار بنسميه احنا في العلوم السياسية نظرية حافة الهاوية. هي جرت الجميع معها على حافة الهاوية. ليه؟ لأنه وصلت لقناعة أنه الوضع الآن السياقات الإقليمية والمحلية الفلسطينية لم تعد تحتمل لما يجري. هناك توتر شديد في الضفة الغربية ما بين العناصر المقاومة ما بين سلطة رام الله، هناك تطبيع إقليمي يجري، وهناك قناعات تشكلت لدى المجتمع الدولي وفي الإدارات الأمريكية. والآخر إيش التصريحات التي تتحدث عن هذا التطبيع بأنه المسألة مسألة يعني مرور وقت، معناته إذا صار في التطبيع الإقليمي العربي هذا سيفتح على تطبيع العالم الإسلامي مع إسرائيل، وبالتالي هذا عملية انهيار كامل لمركزية القضية الفلسطينية وعزل كامل، غير فضلا عن طبعا حالة قطاع غزة وإلى آخره، فضلا عن محاولات تأهيل السلطة الفلسطينية بلا مشروع سياسي فلسطيني. هذه كلها المعطيات أنا بعتقد قادة حماس قرروا أنهم يخلطوا الأوراق أمام الجميع. خلط أوراق القدس طبعا، القدس، الأسرة، حالة الأسرة طورت كثير، كل المحاولات السابقة مش ضابطة، آلاف الأسرة في السجون، قضية المسجد الأقصى، التحذيرات المتكررة من قادة حماس لإسرائيل أنه ما تقربوا على الأقصى، وبالتالي حتى العنوان كان مدروسا للعملية. إسرائيل وصلت طبعا، إسرائيل وصلت لحالة من القناعة أنه كلها تهديدات ما لها قيمة، وإلى حالة من الاسترخاء، وهذا جزء من الخداع اللي كان المفاجئ للكل. وبالتالي أنا بعتقد أنه حماس أرادت في هذه العملية أن تعيد، أن تضع نقطة تحول أو game changer في مسألة السياقات الفلسطينية والسياقات الإقليمية والسياقات الدولية، أنه هنالك قضية فلسطينية وهنالك قضية مركزية، لا يمكن القفز على القضية الفلسطينية من خلال عملية تطبيع إقليمي. وأيضا القدس قضية ليست مسألة سهلة، أنه صارت عملية انتهاك المقدسات مسألة يومية وإلى آخره، وموضوع أنه حماس رقم صعب في المعادلة. هذا طبعا من جانب. الجانب الثاني اللي ذكره الأستاذ عريب، وهذا طبعا بيطرح أسئلة بصراحة، أنا يعني هذا سيناريو، بس إحنا قاعدين كنا بنشغل على سيناريوهات هلا، يعني ما عندنا إحنا ما حدا عارف شو بيصير، بس كل اللي بنفكر فيه ماذا إن حدث، ماذا سيحدث. هل قرار حماس كان قرارا مرتبطا بإقليميا؟ لأنه إحنا بنعرف إنه حماس كمان عندنا أجنحة داخل حركة حماس. هل هو قرار مرتبط بتصورات بمسألة التطبيع السعودي الأمريكي والموقف الإيراني مثلا من التطبيع السعودي الأمريكي، وبالتالي ممكن إحنا اليوم
في مقابل النظرية اللي طرحها الأستاذ عريب، هنالك نظريات تطرح أنه لا، قد تبادر إسرائيل لضرب حزب الله. إذا إحنا اليوم الإعلام العبري والإعلام الإسرائيلي والأمريكي عم بسلط الضوء على الإيرانيان فاكتور، العامل الإيراني، وأنه قصة إيران وكذا وإلى آخره، وتحرك وبالتالي فهذا جانب. أنا بعتقد كل هذه الأمور رح تبين معنا في الفترة القادمة على صعيد الفلسطيني، على الصعيد الإسرائيلي، وعلى الصعيد الإقليمي. لكن على صعيد أهم معاد، أهم شيء حيصير ما يجري على أرض الواقع. تمام. قديش إحنا عندنا قدرة، لأنه الكلفة كلها مثل ما حكى عريب، الكلفة اللي سيدفعها أهلنا في غزة، إحنا مش عم بنخوف بس عم نقرأ، كلفة كبيرة. وهم أعتقد كمان وصلوا لمرحلة إنه هذا السجن اللي لهم فترة طويلة فيه، يعني في الآخر بدهم أفق سياسي، أكبر نسبة مطالب في العالم، اكتظاظ، ضعف خدمات، ضعف كذا إلى آخره. هو أنت في الآخر يعني يومياً أدفع الكلف، هي في النهاية يعني حافة الهاوي، وصلتنا لحافة الهاوي إنه إحنا بدنا نوصل لهالمرحلة هاي. كمان بدك أنت تساوي تطبيع وتساوي كذا وتشيل كل هالناس على جال، ما بزبطش في 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 معادلة هنا. بدك تنتبه إنه هاي معادلة أنا موجود على الأرض أحسن. فأعتقد هذه القضية الرئيسية الآن. إذا ظلت المسألة مرتبطة بغزة وحدود غزة، أول شيء إنه إسرائيل مثل ما توعدوا يشيلوا حماس من غزة، هذا سيناريو غير واقعي وغير ممكن، وقد يتعارض أيضا مع رؤية استراتيجية إسرائيلية بتكريس الانقسام. يعني ما أعتقد أنه حتى لو فرضنا جدلا يمكن هذا السيناريو، أنه مثل هذا السيناريو ممكن يمشي، فهل مصلحة إسرائيل ترجع على غزة وكذا؟ وبالتالي كل السردية تبعتها بنيت أنه فيش في ضفة وفي غزة فترة ما. ثانيا حماس عندها قاعدة اجتماعية مرعبة، اليوم شفتوا أنت من الكتائب القسام أعطى نصر رمزي لحماس مرعب، مش بس بفلسطين وبغزة، بالعالم العربي والإسلامي، فما بالك بالقاعدة الاجتماعية لحماس. فمسألة أنه أنت تقتنع حماس بشكل كبير، لكن أكيد إسرائيل لن تكتفي بعملية حتى ولو كانت موجعة أكثر. بإسرائيل كرامتها الوطنية بين هلالين طبعا جرحت في الصميم، وصلوا إلى مرحلة بدهم يساووا إشي رمزي يستطيعوا من خلاله أنه يقدموا شيء يزيلوا شوية من القلق والرعب. رح نحكي عنه بعد شوي. أستاذ عريب، بتحليلك ورؤيتك وقراءتك المشهد، ماذا أرادت حماس وفصائل المقاومة من هذه العملية؟ دعنا يعني نأخذ ما تقوله حماس في البداية. حماس وضعت عنوان لهذه المعركة بكلمتين كما ورد على لسان صالح العروري: المسرى والأسرى، مسرى الرسول الأقصى والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. تمام. وأنا بعتقد هذا أمر يعني يجمع الفلسطينيين والعرب والعالم الإسلامي والعالم عموما اللي في عنده ذرة كرامة. تركنا من الموقف الأمريكي المنافق والموقف الأوروبي المنافق والآخري، لا، خلينا نحكي عن الضمير الحي العالمي. المسجد الأقصى كان يعيش حالة تقسيم زماني، مش انه خطر قادم، كان قائما. التقسيم الزماني كان قائما. احنا من كم شهر واحنا بنسمع انه بيخلوا المسجد 7:30 بعد صلاة الفجر، وبعدين برجعوهم قبل صلاة الظهر، وبحجة الأعياد كمان يتم، وبالأعياد في عندك بين سبوت وبين أعياد 100 يوم، شايف كيف بالسنة، يعني ثلث السنة. التقسيم الزماني كان حاصل، اللي باقي كان التقسيم المكاني للمسجد. العربد، الانتهاكات، الأعداد المنتهكين، طبيعتهم، هويتهم، طقوسهم، شيء مقرف بكل ما تعنيه الكلمة. يعني هذا بلغ السيل الزبا في هذا المجال. هذا أولا. الأسرة، انسى حكاية إنه في صفقة عم بيحاولوا يناقشوها لهم حوالي سنتين بدون جدوى. الأسرة ارتفعوا، صاروا 7000 من 5000 خلال العامين الأخيرين. هذولا في 2000 أسير ونساء وأطفال والآخره وكل معنى الكلمة. وهذه قضية بالغة الأهمية والحساسية عند الشعب الفلسطيني. يعني هاي قضية جوهرية جوهرية بهذا المعنى، وعصب مهم لدى الرأي العام. فأنا في رأيي حماس تسعى للموضوعين، وأنا بعتقد أي ترتيبات لوقف إطلاق النار سيكون هذول على رأس الأولويات المسألتين. لكن بالخلفية، وهو أنا بدنا نحكي إحنا كيف إحنا بنقرأ المشهد، مش طيب. مش شو بتقول حماس عن الموضوع؟ طيب كيف تقرأ المشهد؟ كيف سامحني وبعتذر على المقاطعة، بس لأنه زميلنا الصحفي أحمد حرب مراسل التلفزيون الأردني من غزة نستجلي مع آخر التطورات. مهم نعرف. أستاذ أحمد، زميل أحمد، أهلا بك. أهلا بك زميلي أنا.
أحمد تطلعنا حتى هذه اللحظة التطور الوضع الآن في غزة وفي الشارع الغزي. نعم، الآن ما زالت الطائرات الحربية الإسرائيلية تستمر بقصف أهداف متعددة داخل القطاع. آخر هذه الاستهدافات كان لمنزل في منطقة الشيخ جليل غرب مدينة غزة يعود لعائلة شملخ، تم استهداف المنزل على رأس ساكنيه. أسفر هذا القصف عن عدد من الشهداء، الأنباء تتحدث عن 12 شهيد وعشرات الإصابات جراء هذا القصف بدون سابق إنذار. أيضا هذا جاء بالتزامن باستهداف شقة سكنية في شمال القطاع وأيضا في مدينة بيت حانون شمالي القطاع، هذه المنطقة الحدودية التي أفرغت بشكل شبه كامل من سكانها الذين لجأوا إلى مدارس الأنروا في وسط مدينة غزة. كان هناك استهداف لعدد من الغارات الإسرائيلية، وصلت إلى أكثر من 30 غارة إسرائيلية على مربع سكني كامل، أسفر عن العديد من الشهداء والجرحى. والإسعاف تعمل على نقل هذه الإصابات والشهداء من داخل هذا المربع السكني في بيت حانون شمالي القطاع. أيضا الزوارق الحربية الإسرائيلية بالتزامن مع القصف الجوي تطلق القذائف الصاروخية باتجاه النقاط والأحياء السكنية على طول الساحل الغربي لمدينة قطاع غزة، وبالتالي الأوضاع في القطاع في تصاعد وفي توتر مستمر. الهجمات الإسرائيلية تشتد في ساعات الليل زميلي أنا صراحة، ويعني الغارات الإسرائيلية الآن أتحدث معك وهي تتوالى على قطاع غزة، ربما هناك غارة في المنطقة الغربية نسمع دوي هذه الغارة الآن، وبالتالي يعني القصف الإسرائيلي مستمر على الرغم من أن هناك يعني إطلاق محدود للصواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية أو حركة حماس باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع. آخر رشقة كانت قبل ساعة ونصف من الآن باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، ولكن ما الذي يجري خارج القطاع؟ هناك اشتباكات. ما آخر معلومات أحمد؟ تفضل. نعم، ما الذي يجري خارج القطاع الآن؟ هناك تسلل لمجموعة من عناصر القسام لموقع زكيم العسكري الذي يقع في شمال القطاع وهي آخر نقطة في القطاع، وبعد قليل سوف تكون هناك مشاهد حسب ما أعلنت كتائب القسام لعملية الإنزال والتسلل. وأيضا اشتباكات تجري منذ الأمس واليوم داخل مستوطنة سدروت التي تقع على داخل غلاف القطاع، ومستوطنة كفار عزة التي تبعد 16 كيلومتر عن قطاع غزة. تجري في هذه المستوطنات اشتباكات عنيفة حسب ما يقول الجيش الإسرائيلي، أنه هناك عدد كبير من عناصر القسام تشتبك معهم بين الفنية والأخرى، يسيطرون على العديد من المنازل، يسيطروا على مواقع عسكرية داخل هذه المستوطنات، والاشتباكات مستمرة حتى هذه اللحظة. وأيضا في الصباح كان هناك تصريح لأبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، قال نحن استبدلنا القوات أو العناصر بقوات أخرى وبعناصر أخرى على الأرض. نعم، بعناصر أخرى، وتم تزويد وتجهيز العناصر الجديدة بالذخائر والسلاح من أجل الاستمرار في هذه الاشتباكات. ربما يعني إسرائيل الآن تعمل على ما يجري داخل القطاع من خلال استهدافات لي، يعني منذ الصباح استهدفت 9 منازل لقادة حماس، استهدفت مقر المتابعة الحكومي وهو التابع لحماس، استهدفت العديد من المكاتب لأعضاء للمكتب السياسي لحركة حماس، وبالتالي داخل القطاع استهدافات ويقابله إطلاق صواريخ. خارج القطاع في المستوطنات تجري اشتباكات، وأريد أن أنوه أن في صباح اليوم الأول أمس كان هناك يعني سحب وخطف أكثر من 50 إسرائيلي، الآن هم متواجدين لدى كتائب القسام، ما بين مستوطنين، ما بين يعني جنود أحياء وقتلى. هناك
عائلات إسرائيلية وصلت إلى تم سحبهم وخطفهم داخل القطاع، عائلات يعني عائلة بزوج والزوجة والأولاد، هناك كبار سن وأطفال تم سحبهم إلى القطاع، وبالتالي يعني العدد يفوق 50 حسب ما وردنا وحسب ما نتابع. ولكن يعني هذه الأمور هي تزيد المشهد تعقيدا، خاصة ونحن نتحدث أن هذا الحدث هو لأول مرة على مدار الحروب الأربعة التي كانت على قطاع غزة بهذه الاقتحامات بالتزامن مع إطلاق للصواريخ. أتحدث عن اليوم الأول أنس، كان هناك اقتحام للمستوطنات المحادية للقطاع بالتزامن مع إطلاق الصواريخ، في أول تم إطلاق 5000 صاروخ حسب ما أعلن حماس، وأيضا اقتحام وإنزال من قبل الشراع الذي يعني ربما شاهدته في الفيديوهات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. بشكل كبير من قبل عناصر القسام، ولكن الرد الإسرائيلي هو مستمر على يعني ما حدث. تمام. ربما هناك سنتابع معك أحمد، لكن صححني، قبل قليل ذكرت أنه بالقصف الإسرائيلي قبل قليل تم القصف دون سابق إنذار، صحيح؟ نعم. أحمد، نعم 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 أنس، في بيت حنون تم استهداف يعني عدد كبير من المنازل دون سابق إنذار، دون التبليغ بإخلاء المنزل. في هذا الاستهداف الأخير الذي كان قبل يعني ربع ساعة من الآن، تم استهداف المنزل دون إبلاغ من متواجدين فيه بالإخلاء، وبالتالي كان هناك عدد كبير من الشهداء والإصابات. وهذا للأسف يعني إسرائيل يعني تستمر في هذه السياسة، صراحة هي قاسية جدا أن يتم استهداف منزل وهدمه فوق رأس ساكنيه، مناظر ومشاهد صعبة جدا يعني يمكن. صحيح. أحمد، أعداد الشهداء حتى اللحظة حسب وزارة الصحة الفلسطينية، حسب وزارة الصحة وآخر تحديث هناك 413 شهيدا. نعم. هناك أكثر من 78 طفلا، هناك 41 سيدة استشهدت، هناك 2300 إصابة، هناك العديد من الإصابات ومن الأطفال وكبار السن والنساء. وبالمناسبة أمام هذا العدد الكبير من الإصابات المستشفيات في القطاع، وهذا ما كنت أود سؤال وضع المستشفيات والمراكز الطبية، يعني المستشفيات في القطاع هي بدأت تنادي العالم بالتدخل للتزويد بالمستهلكات الطبية بالأدوية بكافة المعدات التي تستخدمها في غرف العمليات. قطاع غزة منهك، القطاع الصحي منهك في غزة، عدد أسرى قليل، غرف عمليات محدودة في الإمكانيات والمعدات، وانقطاع تيار كهربائي يصل إلى 12 ساعة، والمستشفيات تستخدم المولدات لتوليد الطاقة وتعتمد على السولار. السولار يومين لم يدخل إلى قطاع غزة، أعلن إسرائيل أنه تم وقفه. نعم. والسولار الموجود في مخازن وزارة الصحة بدأ ينفذ، هي تحتاج حسب ما أعلنت 40,000 لتر من السولار يوميا. 40,000 لتر. نعم. في ظل انقطاع التيار الكهربائي ل 12 ساعة، وبالتالي إذا زاد الانقطاع سوف تحتاج أكثر من 40,000 لتر يوميا لإضاءة المولدات الكهربائية التي تخدم كافة يعني المستشفيات. نعم. وبالتالي يعني الوضع يحتاج إلى يعني حسب ما تقول إلى فتح ممرات آمنة إنسانية لإدخال المعدات والسولار والمستهلكات الطبية إلى المستشفيات في القطاع. نعم. أحمد حرب، مراسل التلفزيون الأردني من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. ومشاهدي الكرام، سنواصل هذا الحوار مع ضيوفنا الكرام، لكن نستأذنكم بفاصل قصير.
من جديد أهلا ومرحبا بكم مشاهدين عبر برنامج مسارات، وهذه التغطية للأحداث في غزة. ومباشرة ضيوفي أستاذ عريب قبل الفاصل وقبل اتصالنا مع زميل أحمد حرب مراسلنا في قطاع غزة، كنا نتحدث عن تأثير أو لماذا بماذا فكرت حماس بهذه العملية. نعم. وأجبت بجزئية ماذا قالت حماس، لكن كيف أنت تقرأ هذه العملية؟ تفضل أستاذ عريب. يعني أنا أتقاطع هنا مع اللي قاله محمد قبل قليل، يعني فيما يخص تحديدا المشهد الإقليمي، العربد الإسرائيلي، قطار التطبيع الجارف، تهميش القضية الفلسطينية، ما يعد لحركات المقاومة الفلسطينية في الضفة وفي غزة، أيضا هذا كمان جزء من الترتيبات اللي عم بتصير. يعني إحنا من عدة أشهر ونحن نتابع اهتماما أمريكيا يعني بإعادة الاعتبار لنظرية كيت دايتون والإنسان الفلسطيني الجديد، وإعادة البناء السلطة أمنيا بالأساس، وتصفية عرين الأسود وجنين وظواهر المقاومة اللي في الضفة الغربية، شهدنا ذلك يعني. فحماس كانت تستشعر كل هذه الأمور. البعض بحاول يقزم الصورة ويشوهها، أنا في رأيي أنه هذه حرب إيرانية ردا على التطبيع السعودي الإسرائيلي. اولا يعني انا لا اعتقد ان حماس يعني بتتلقى تعليمات، اكيد في تنسيق وفي دعم وفي تمويل والاخر، هذا لا نقاش فيه من ايران، واصلا معلن يعني مش سر يعني. لكن ان وضع حماس كما لو كانت دميه في يد ايران، انا بعتقد هذا يعني اولا غلط، وثانيا تسفيه لكل المشهد. وحماس اظهرت خطيره اذا كان حماس تبنيها من أطراف عربية، القراءة خطيرة. أظهرت حماس أكثر من مرة، وأهم شيء في أهم ملف إيراني الأزمة السورية، أنه هي على خط آخر مع إيران، وأخذت قرارها بمغادرة سوريا، وكانت أقرب لدعم المعارضة منها إلى دعم النظام. يعني نعرف كل القصة في هذا المعنى. صحيح. فإذا هذا في تشويه. أنا بعتقد في مبرر وطني فلسطيني قاد حماس لهذا الموضوع، وفي مبرر أيضا فصائلي. حماس تستشعر أنه هي قوة أساسية لا أحد يعترف بها، لا أحد يتعامل معها بوصفها عنوان فلسطيني، بينما كل التركيز على رام الله وعلى السلطة والرئاسة. الآن تقول أنا موجود على الطاولة، تقول لهم أنا اللاعب الرئيسي على الطاولة، وأنا في رأيي نجحوا في ذلك، وحدث اختلال هائل في توازنات القوى الفلسطينية الداخلية من الآن حدث هذا، وبصرف النظر عن نتائج هذه المعركة، من الآن هذا حدث. هلا كيف ممكن يتحايلوا على هذا الانتصار اللي حصل، تفريغه من مضامينه، منع حماس من قطف ثماره، منع الفلسطينيين من قطف ثماره، مش فقط حماس. هذا أنا رأيي الحلقة القادمة في هذا المخطط، لكن بدي أقول بعض الملاحظات فيما ورد. أولا، الولايات المتحدة لم تكتفي بإعطاء إسرائيل فرصة. الولايات المتحدة باتصالاتها مع أصدقائها العرب تطلب منهم علنا وبالمفتشر زي ما بيقول المصريين إدانة هذه العملية، بوصفها عملا إرهابيا ضد إسرائيل، هذا قولا واحدا. ثانيا، الموقف الغربي منافق، لكن برضو لا يجب أن نعول على الموقف الغربي أو نتوقف في تقييم الموقف الغربي عند هذه النقطة. الآن في كل حروب غزة السابقة بدأت الحروب بإيجاد المبررات لإسرائيل، وانتهت بالانقلاب على الموقف الإسرائيلي، يعني بفعل الصور اللي تبث من غزة والجرائم التي تقترف في غزة. إسرائيل ما عندها أهداف في غزة. إسرائيل زي ما حكى المراسل وكل المراسلين، واليوم ومبارح أبراج سكنية بتدمر أبراج سكنية، صحيح، ومنازل، بتدمر منازل. أوكي، دمرت منازل قادة حماس الصف الأول والثاني، واللي عنده بيتين من قادة حماس في غزة متجوز تنتين ضربوا البيتين، أحكيك بصراحة يعني نعرف أسماء بهذا المعنى، شايف كي. طب بس شو الأهدافها؟ إيش الأهداف اللي بتضربها إسرائيل في قطاع غزة؟ في عملية بربرية عم بتقوم فيها إسرائيل في قطاع، والهدف خلق فجوة بين أهل القطاع وبين المقاومة الفلسطينية، وتدفيعهم الثمن حتى يعني لتحريضهم على المقاومة. لا تعتقد أن حماس كانت حاطة هذا الشيء؟ أنا رأيي يعني اعتبار أنا حتى رأيي عندما قامت بالعملية، حماس في معاركها السابقة التي لم تصل إلى 1% من معركة اليوم نجحت في احتواء هذا الموقف. الآن أنا في رأيي هذه اللعبة لن تستمر، والصور اللي تلقوها أهل غزة، يا رجل خرجوا الناس خلف المقاتلين،
خرجوا الناس خلف المقاتلين ما أن فتح السياج. أنا بعتقد هذه اللعبة مش حتنتهي، والرأي العام تحت وقع الجرائم اللي عم بتصير امبارح واليوم في غزة رح يتغير، ورح يتغير سريعا، وصورة إسرائيل الفاشية العنصرية رح تتظهر أكثر من أي وقت مضى. هذا أولا. ثانيا فيما خص إسرائيل وما الذي ستفعله، أنا بدي أختلف هون مع الأخ محمد يعني في قصة طيب بس أنا بس تضرب حزب الله بادر لضرب بس أنا قبل الرد لأنه بدي يعني أخلي له بحوار. أنا حكيت بس على دقيقة شو أنا ما حكيت إنه هذا رأيي يعني. أنا بحكي البعض بطرح هاي السيناريوهات. لا مش أنا أنا طبعا. أنا تقديري في الرد على هذه السيناريوهات أنا تقديري شخصيا لا هم حيبادروا بضرب حزب الله ولا حزب الله حيدخل بشكل قوي في المعركة، ستبقى مناوشات كما جرى. ممكن تتدحرج الأمور. نعم هي مناوشات الآن، لكن أنت تبدأ مناوشات لكن لا تعرف كيف ستنتهي. قذيفة تيجي بالغلط بلاند روفر تقتلها 4 إسرائيليين، يصير في رد فعل، أو ضربة إسرائيلية تيجي على قرية تقتلها أسرة لبنانية، يصير في رد. رح تفتح الباب أمام سيناريوهات إلها أول ما إلها آخر. إسرائيل ستحاذر قدر الإمكان اجتياح غزة، هذا مكلف ومكلف جدا. إسرائيل ستحاذر الحرب على جبهتين. أنت تعتقد أن الرد باتجاه غزة لن يكون باتجاه اجتياح؟ ممكن يعملوا رأس جسر، يعملوا اختراقات على مقرب من المناطق المأهولة من المدن الكثيفة، لأنه يعني صار عندهم رد فعل على اللي صار، أنه صار عندهم قلق ولا يقين أنه ما الذي تخبئ كتائب القسم. هذا جانب. اثنين حماس، وجود الأسرى يمكن بكثرة هذه المرحلة، وجود الأسرى وجود التحول في القدرات القتالية على كتائب القسم. حماس لم تظهر حتى الآن كل ما لديها. أنا بدي أذكرك بواقع من الحرب الأخيرة، يعني حرب سيف القدس، يعني حماس استخدمت صواريخ مدياتها 250 كيلومتر ضربت فيها مطار رامون، متذكرين ولا لا؟ صحيح. هذا حتى الآن لم ينزل للمعركة، وأنا بعتقد من سيف القدس لليوم هذا الصاروخ جرى تطويره 100% جرى تطويره، وبالتالي أنا بعتقد المعركة طويلة، وأنا بعتقد القسام لما دخلوا في هذه المعركة بهذا الحجم وهذه السعة كانوا متوقعين رد إسرائيلي يعني مدمر، متوقعين إنه يكون في حرب طويلة المدى. حماس في السابق من 2014 51 يوم المعارك استمرت، مش يوم ويومين. صحيح. وبالتالي ما حدا بلقي كل أوراقه مرة واحدة من مرة واحدة ومن أول يوم أو يومين في هذا المجال. لسه إحنا يعني في بدايات المعركة في بواكيرها، ما وصلنا بعد للنهاية. المراسل قال في 50 أسير تم اليوم. مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية قال أن حماس تحتفظ بأكثر من 100 إسرائيلي. مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية هو أشار من مكان واحد. نعم من مكان واحد. أنا بتصور المفاجأة القريبة لما نعرف أعداد الإسرائيليين اللي باتوا في حوزة حماس في قطاع غزة. كان لافت اليوم أنه كان في يجب أن يكون إعلان منذ العصر من قبل فصائل المقاومة تحديدا من قبل حماس، لكن حتى قبل قليل لم يتم الإعلان. بالعادة من التكتيك أنس بالعادة ما بيعلنوا هيك بيحكوا أنه بالعادة ما بيعلنوا بالعادة هاي المعلومات ثمنها يعني بدون مقابلة، يعني قديش عدد الأحياء قديش عدد الأموات قديش أموات ومن هم وقديش. بس إحنا اللي بنعرفه أو اللي صرح فيه الجانب الإسرائيلي 750 مفقود، إنه طبعا مفقود، هلا لم يحدد من قتلى قتلى لكن مفقود، إنه الفصائل الأخرى كمان صار لديها أسرى وعنوا عن وجود أسرى. طيب. دكتور محمد قبل قليل ونحن نتحدث عن الظرف الإقليمي أنت قلت جملة إنه هناك قد تكون قراءة خطيرة في حال إنه ربط حماس بإيران وأن هي التي تأخذ الأوامر من بين قوسين الأوامر من إيران. لماذا دكتور؟ لأنه اللي حكاه عريب هناك نظرية اليوم، نظرية عم تتردد في أروقة خطاب رسمي عربي إنه حماس عبارة عن حجر شطرنج في اللعبة الإيرانية الأمريكية في المنطقة، وبالتالي قراءة ما حدث من عملية مهمة جدا في قضايا متعلقة بالأجندة الدولية والإقليمية ومركزية القضية الفلسطينية، إذا قرأناها بهذا الاتجاه معناته إحنا ألغينا هذا النصر العسكري والإنجاز العسكري ونجرينا وراء، وكأنه يعني المسألة مسألة صراع أمريكي إيراني. فأنا بعتقد لا، لازم إنه هذه القراءة نعيد تقييمها بشكل رئيسي على الصعيد العربي، وأيضا إحنا على الصعيد الأردني إحنا يعني لابد إنه نقرأ ما يحدث
في صيغة مختلفة شوي. وسنقرأ الآن بعد قليل يعني بملف بصراحة أثره كيف نقرأه طيب أردنيا. نعم تمام. أنت بتقول لي بدخل الملفات ببعض. لا لا هي مترابطة هي بالنهاية مترابطة. أنا من باب إعطاء كل ملف شوية. أنا من باب إعطاء كل ملف مع أدوات موجودين ومحللين وخبراء إعطاء كل ملف بتفصيله. نعم. بقصة الرد دكتور أتساءل يعني أستاذ عريب قبل قليل قال أستبعد ما بدي أحطه على لسانه لكن قال أستبعد أن يكون هناك اجتياح. الشكل كيف ممكن أن يكون ضربات موجعة اغتيالات داخل وخارج غزة؟ أنا تقديري أنا مش عسكري وهاي المسألة بدها عسكرية لكن المنطق إيش بيحكي؟ المنطق بيحكي إذا بدنا إنه فكرة الاجتياح بالمطلق الكامل وإسقاط حكم حماس مسألة فضلا إنه أنا أعتقد أنها سيناريو غير واقعي نتيجة الفترة الطويلة لحماس وتغلغلها في غزة والقاعدة الاجتماعية وبعد هذا النصر الرمزي والسياسي. وأنا بتفق تماما مع عريب في مسألة محاولة فك الارتباط ما بين القاعدة الاجتماعية وحماس. هذه مسألة لا يمكن لأنه صعب. الناس وقائع يعني العرض تقول عكس ذلك بالضبط. فبالتالي أنا بستبعد لكن مثل هذا السيناريو الاجتياح العسكري الكامل فضلا أنه أنا أعتقد أنه مش مصلحة إسرائيل استراتيجية ولا حتى المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية سترى أنه من المصلحة إزالة حماس وعودة فكرة الضفة وغزة لأنه هم كل سرديتهم بنيت خلال الفترة الماضية أمام الغرب أمام العالم على عدم وجود شريك فلسطيني وعلى القسمة هذه اللي هم مستفيدين منها. وبالتالي لكن الاكتفاء بالعمليات العسكرية حتى لو كانت طويلة المدى إرهاق واستنزاف قدرات حماس وقدرات الشعب الفلسطيني وإيصاله إلى كارثة إنسانية أعتقد هذا جزء من للأسف الخيار الإسرائيلي. وأنا بتفق مع عريب يعني ممكن تتغير شوي الرواية الإعلامية الغربية والأوروبية والمجتمع المدني العالم ممكن يبدأ يتحرك شوي إنه اللي بصير رد فعل مبارغ فيه ولكن يعني في النهاية القوة الدولية اليوم واضح تماما إنه عم بتتماهى مع الرواية الإسرائيلية ومثل ما حكى للأسف موقف الإدارة الأمريكية في غاية السوء. لكن أعتقد لسه إسرائيل ستحتاج إلى نصر رمزي ونصر معنوي صورة نصر بدها صورة بدل الصورة اللي طلعت بدها صورة صورة ثانية. هلأ أنا أنت شكل بدك لو يعني متخيل بدناش نتخيل الأفضل لا هي الصورة الأبراج الاغتيالات وربما أسر عدد من قيادات حركة حماس وهاي عمليات معقدة أعتقد يعني تحرير بعض الأسرى يعني كل هذه الأمور كل هذا جزء من الصور اللي ممكن ترجع صورتها بالداخل ستدرس الآن ضمن الخيارات الإسرائيلية في التعامل مع المسألة. لكن أنا بعتقد مثل ما أنا لو أنت بدك تفكر مثلهم اليوم هم بدهم يستعيدوا زمام المبادرة أهم شيء يخلصوا موضوع القطاع ما هو خارج قطاع غزة ويبدأوا يرجعوا يحصلوا المسألة في قطاع غزة ويبدأوا يبنوا تصوراتهم كيف إنه هم يستعيدوا زمام المبادرة في المرحلة القادمة لأن هم عندهم مرحلة طبيعية من الصدمة وما بعد الصدمة وحالة عدم اليقين وحالة القلق والشك في كل شيء بخاصة بعد ما فوجئوا وفجعوا بهذه القدرات الرهيبة. أنا بعتقد هذا هو السيناريو إلا إذا تخيلنا إنه يعني مثلا خطاب محمد ضيف في البداية دعا الناس في الضفة الغربية وفي القدس إلى الخروج بالأسلحة والسكاكين وإلى آخره إلا إذا افترضنا إنه صار في مناوشات وقضايا. اليوم كنا يعني كان في ورشة عمل في معهد السياسة والمجتمع وكان معنا ضيوف من 48 وبتحدثوا عن حالة التخويف الرهيب اللي عم تمارس على الفلسطينيين في 48 فأنت إذا كمان استحضرنا السيناريو اللي حكى عنه عريب اللي هو سيناريو دخول حزب الله على الخط فبالتالي احنا بنحكي اليوم عن معركة بتاخد طابع إقليمي ومش طابع محلي. إلى الآن احنا بنشوف إنه التصور الإسرائيلي المصلحة الإسرائيلية التصور الأمني الاستراتيجي الإسرائيلي هو محاصرة غزة والإبقاء الضرب على غزة ومحاولة إضعاف حماس إلى أكثر قدر ممكن واستنزافهم بكل الإمكانيات ولكن لابد من الحصول على نصر رمزي ومعنوي حتى يستطيعوا على الأقل العودة به إلى المواطن الإسرائيلي. قبل أن أتحدث عن العلاقة بين متصورة بين حماس والسلطة الفلسطينية قبل ذلك إذا كان الاجتياح الخيار غير وارد عملية إعادة احتلال قطاع غزة مستحيل أستاذ عريب؟ هلا مبدئياً
مش مستحيل حسب الوقائع. أنا بحكي نعم الإسرائيلي يعني على الأقل القراءات مبدئيا مش مستحيل. مش مستحيل على قوة جبارة زي إسرائيل وجيش مدعوم، وشفت الآن الولايات المتحدة استنفرت لتقديم دعم وحامل الطائرات ومش عارف إيش والآخر. هذا استخدموا سياسة الأرض المحروقة مش كمان. مش مستبعد هذا يعني أو مش مستحيل، لكن هذا كلفته باهظة، كلفته على القوة الإسرائيلية البرية اللي بدها تحتل القطاع حتكون باهظة جدا، وساعتها مش حيكونوا في مواجهة حماس، حيكونوا في مواجهة كل غزة، مليونين غزاوي. هذا أولا. ثانيا كلفة الإنسانية لن يستطيع العالم احتمالها. لن يستطيع العالم احتمالها. ثلاثة قبل ما نصل لهذا السيناريو أنا بعتقد الوضع الإقليمي رح ينفجر. أنا بعتقد لبنان رح ينفجر. لبنان هنا بدنا ندخل على الفاتيكان وعلى فرنسا وعلى المصالح الإقليمية والدولية، وربما تكون رب ضرة نافعة لحزب الله. ربما يفكر حزب الله يقلب المعادلة في لبنان للخروج من الاستعصاء اللي هو فيه بلبنان، لأنه حزب الله أيضا في استعصاء في لبنان بالرئاسة وبالأزمة الاقتصادية وبنظام السياسي وبانهيار الليرة والعملة الوطنية وكل هذا الكلام. فلا يعني إذا إسرائيل ذهبت يعني ركبت رأسها وذهبت إلى نهاية الشوط في هذا الموضوع قد نكون أمام انقلاب في المشهد. ثم مين قال أنه حالة الاستقرار في العالم العربي الهشة راح تستمر إلى هذا الحد فيما غزة تحترق؟ ما احنا شايفين يعني نص الدول العربية إما فاشلة أو على حافة الفشل، ونص الدول العربية الثانية عمليا على أبواب جولة جديدة من الربيع العربي بسبب فشل السياسات والحكومات والاقتصادات والسياسات التنموية وإلى آخره. أنا رأيي هذه لعبة، في لعبة تهويل الآن، في لعبة تهويل عم بتصير على المقاومة وعلى غزة وتخويف وإلى آخره. هذا يعني بدناش نقلل من شأن ما سيحدث وما ستقوم به إسرائيل أو من شأن المعاناة الإنسانية الكبيرة لأهل القطاع كان الله في عونهم، ولكن أنا رأيي فيه كمان أيضا في لعبة تهويل، في تهويل بهذا المعنى لإضعاف الناس والفت في عزائمهم ومعنوياتهم بهذا المعنى. لذلك أنا بتصور غزة احتملت حروب كثيرة ولأسابيع ولشهرين وإلى آخره، في مجال للصمود وللمقاومة. والآن أنا بعتقد يعني إحنا الآن سجلنا 413 شهيد فلسطيني. صحيح. طب ما الإسرائيليين قبل ما ندخل على الاستوديو آخر خبر قديش كان قتل؟ ما لا يقل عن 750 قتيل إسرائيلي. صحيح. هذا وين كان بصير هذا؟ اتخطينا الآن خسائر إسرائيل في حرب 67 مع كل الدول العربية، اتخطيناها الآن هيك ونقترب شوي شوي من خسائر إسرائيل في حرب أكتوبر. طبعا في الأيام يعني إذا بتاخذها بالمعدل اليومي حرب أكتوبر ما كانت زي هيك. لذلك أنا في رأيي كمان برضو إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله شايك لهذا يعني حتى ما يعني ما نشيع أجواء إنه الناس عم تحترق وماتت وفي غول هاجم علينا ولا آخر. بعدين أنا مثل العملية هذه أثبتت الأوراق ليست أكثر يقينا بعد اللي شفناه امبارح تحديدا لما المقاومة وحماس بتقول في مفاجآت في مفاجآت. وأنا رأيي صدقية الإعلام العسكري لحماس كانت أعلى من صدقية الإعلام الإسرائيلي بما لا يقاس. وأنا بعتقد أنه لسه الآتي أعظم ليس من جانب إسرائيل بس ومن جانب حتى المقاومة. حتى هذه المرة استخدام الإعلام والتوثيق كان يعني الضفة الغربية لافت في هذه العملية. الضفة الغربية سيدي بس أنا أستاذ عريب مرة ثانية لأنه معنا الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني. دكتور صلاح اهلا بك. اهلا وسهلا بك وتحياتي لك ولضيفك الكريم ولجمهور المشاهدين. اهلا بك دكتور صلاح. ونحن نتحدث عن العملية مفاعيلها على الارض الان بغزة تتعرض لهجوم وهجمات وعدوان لعدوان اسرائيلي. تحدثنا قبل قليل مع مراسلينا وايضا مع المحللين دكتور عن الوضع بغزة، لكن بشكل عام وأنت رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني ما الرسائل التي توجهونها دكتور صلاح؟ يعني بداية السلام والرحمة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل لجرحانا البواسل، وكل التحية لأبناء الشعب الفلسطيني الصابر الصامت في كل مكان وبالذات في قطاع غزة الذي يتعرض إلى عدوان كاسح الآن، عدوان تمارس فيه دولة الاحتلال أعمال انتقامية خارج إطار القانون، وقد حولت الأهداف المدنية والأعيان المدنية والمدنيين إلى أهداف حربية متجاوزة قواعد لاهاي واتفاقيات جنيف
التي تحضر هذه الأعمال الاقتصادية والانتقامية من السكان المدنيين، وتنفيذا لتعليمات المستوى السياسي لتهجير الفلسطينيين كما ذكر نتنياهو وكما ذكرت وزيرة المرأة الصهيونية بضرورة قطع الكهرباء عن قطاع غزة. بالأمس أعلنت دولة الاحتلال ونفذت قطع للمياه والكهرباء عن قطاع غزة الواردة من الاحتلال الإسرائيلي، واليوم تتوقف محطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة ليصبح قطاع غزة في ظلام دامس، لا تتوفر فيه أي إمكانيات لتوليد كهرباء عدا المولدات البسيطة للمشافي ولبعض المنازل. هذا يعني ضغط على الخدمات عدا عن إغلاق المعابر ومنع مرور الإرساليات الدوائية والإغاثية لقطاع غزة الذي يعيش تحت حصار منذ 17 عاما ورث عليه 6 حروب عدوانية وأكثر من 60 جولة تصعيد، ويقدم هذه الصورة الإعجازية والأسطورية في الدوت عن الكرامة والحقوق الوطنية ردا على جرائم الاحتلال المتصاعدة في القدس من استباحة الأماكن المقدسة وتحديدا المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وقبر يوسف وغيرها من أماكن تاريخية ودينية مسيحية، وأيضا ممارسة الاستيطان الاستعماري في غرض ضم الضفة الغربية دون سكان والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين وشرعنة البؤر الاستيطانية واستمرار عمليات التمييز العنصري وديناميات السيطرة الاستعمارية واستمرار الحصار والعدوان المستمر على قطاع غزة. كل ذلك تعني فشل للمجتمع الدولي على مدار 75 عاما في معالجة جذر المشكلة، وهو وجود هذا الكيان السرطاني وهذا الاحتلال المتسبب لكل هذه الانتهاكات ولهذه الجرائم بحق الفلسطينيين. وللأسف تتم كل هذه الجرائم دون مساءلة ومحاسبة وفي ظل ازدواجية معايير وانحياز أمريكي سافر يعبر عن نفسه ليس فقط في البيت الأمريكي وإنما بتحريك حاملات طائرات وفتح مخازن أسلحة وتقديم كل الدعم عدا عن النفاق الأوروبي وسياسة الصمت على جرائم الاحتلال. كل ذلك لن يفت في عدد الشعب الفلسطيني رغم أنه يتعرض الآن إلى محرقة. هناك مجازر ترتكب بحق المدنيين، 58 عائلة جرى استهداف 18 عائلة بالكامل وإبادتها إبادة شاملة ارتكبت فيها دولة الاحتلال مجازر أدت إلى استشهاد أعداد كبيرة من النساء والأطفال. وصلت حصيلة الشهداء إلى 413 شهيدا من بينهم 78 طفل و41 امرأة، وإضافة إلى 2300 جريح معظمها أو ثلثهم من الأطفال والنساء. ولا زالت الطائرات الحربية والقاذفات الأمريكية تضرب في أماكن مختلفة من قطاع غزة، وكما تعلم ويعلم جميع المشاهدين بأن قطاع غزة لا تتوفر فيه ملاجئ ولا أماكن آمنة، فكل السكان المدنيين الآن تحت ضربات الاحتلال الإسرائيلي وقطاع غزة المحاصر. هذه صوت ضربات إسرائيلية، وأيضا قطاع غزة المحاصر والصادر الصامت يستمر في صموده ونضاله رغم كل هذه التحديات الإنسانية الجسيمة والعجز الكائل العجز شبه الكامل في المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للمستشفيات وخاصة في ظل ارتفاع أعداد المصابين. نعم الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. بضيوف الكرام، يمكن أستاذ عريب أنا قطعتك قبل الاتصال، لكن بدي أتساءل معاك الآن بمحور وأنت تحدث عن حماس كقوة موجودة على الأرض ما بعد موجودة سابقا والآن ما بعد هذه العملية، أيضا جزء من تصورك بالعلاقة بين حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى ومع السلطة الفلسطينية. يعني حتى نكون صريحين، للأسف هذا كلام يعني لا ينسجم مع هذه اللحظة المجيدة يعني في تاريخ الكفاح الوطني الفلسطيني. للأسف العلاقة مع السلطة علاقة صفرية، وهذه العلاقة في السابق نجحت في تبديد مكاسب سيف القدس قبل سنتين وسنتين وشوي، نجحت في تبديدها. وأنا بعتقد أن هناك في رام الله الآن من يشعر بالقلق جراء ما يحدث ومن يشعر بالتهديد جراء ما يحدث. ودعني هون أميز في موجة تعاطف وتأييد وحماس فتحاوي قاعدي وكادري مذهلة مع ما يجري في غزة، مذهلة، وأنا أعني ما أقول وأعرف ما أقول، لكن في نخبة في
في في رام الله بالنسبة لها هذا تهديد، لأنه أي مكسب لحماس هي تعتبره خسارة صافية لها، معادلة صفرية زيرو سم جيم. وأنا خشيتي في الحقيقة من أن يتساوق هذا النفر في رام الله مع توجه إقليمي ودولي يريد أن ينفذ كل هذا الذي حصل، بتقود الولايات المتحدة، لأنه هذا ممكن أن يعكر مسارات التطبيع وإعادة بناء السلطة أمنيا وتقزيم المشروع الوطني الفلسطيني لدويلة كانتونات اتحاد إمارات فلسطينية غير متحدة إن شئت يعني تحت الحكم الإسرائيلي والسيادة الإسرائيلية. هذا هو المشروع الأمريكي وهذا هو المشروع الإسرائيلي، وهذه صفقة القرن الاثنين اللي بيشتغل عليها بايدن. بايدن يكذب عندما يقول بده حل الدولتين، لأنه لم يفعل شيء لحل الدولتين. بايدن يعيد إنتاج خطاب ترامب، وصدقني ما يجري بحثه الآن في سياقات صفقة القرن الاثنين أسوأ بكثير من صفقة القرن واحد، ومن تعرضوا للتهميش في صفقة القرن الأولى بالذات فلسطين والأردن يتعرضوا لتهميش مماثل الآن. ربما لهذا السبب تصريحات الملك في نيويورك أنه لا يجوز القفز من فوق الفلسطينيين بالباراشوت، وأنه هذا نقفز لسلام عربي إسرائيلي بعدين نرجع ريفيرس لسلام فلسطين إسرائيلي، هذا لا يحدث، وأن القضية الفلسطينية أولا. لذلك أنا بعتقد هذه مشكلة كبيرة، لكن على مستوى فصائل المقاومة أعتقد أن العلاقة فيها قدر من التنافس لا شك، لكن فيها قدر أكبر من التعاون. وأنا بقصد الجهاد كتائب أبو علي مصطفى غيره إلى آخره، هذا شفناه في الميدان بهذا المعنى. لكن السؤال الأساسي شايف كيف الآن أما وقد ظهرت حماس بهذا الحجم وبهذا الوزن، كيف سنتعامل معها نحن كأردن اللي وضعنا كل أوراقنا بسلة السلطة؟ طيب هذا سؤالي بدي أتسأل بداية هذا السؤال، كيف نقرأ بالأردن هذه العملية وتداعياتها دكتور محمد؟ أنا بتقدير هذا السؤال المهم هنا أردنيا، وأنا بدي أعود للي حتحدث فيه عريب بشكل مختصر موجز فيما تبقى من وقت. إحنا خطابات جلالة الملك في منذ صفقة القرن يعني تقريبا قبل 4 أعوام صحيح. إلى الآن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، إعلان العمليات القدس. التطبيع الإقليمي اللي تمر فوق القضية الفلسطينية، كل الخطابات عن مركزية القضية الفلسطينية صحيح. وعن موضوع ده. وكان هنالك على صعيد إدارة ترامب استهتار بهذه التحذيرات، استهتارات علنية بهذه التحذيرات، وقول بأنه لم يحدث شيء ولم تتغير شيء وهي الأمور ماشية كما هي. وإدارة بايدن أتت ولم تقدم أي تصور للتسوية السلمية، بل هي جاءت لتطبق صفقة القرن لكن من دون أن تعلن عن ذلك بشكل واضح. تطبقها دون إعلان، تطبق بشكل يعني ما في عندها مشروع تسوية، ولدرجة أنه الكل صار يتحدث عن نهاية حل الدولتين وإلى آخره، محاولة تغيير مسار باتجاه المقاربات والسلام الأخرى الاقتصادي لا حتى يعني حتى النخب السياسية المثقفة الفلسطينية والأردنية بدأت تدعو إلى الدولة الواحدة، إلى مقاربة الحقوق إلى آخره. نتيجة الآن وما حدث مع هذا التحول، أمامنا خيارين في قراءة أردنية، أمامنا خيار في قراءة. الخيار الأول أنه نقرأ في سياق الهواجس، أنه هذه قضية إسلام سياسي وحماس وحزب الله وإيران ومانع، وبالتالي نضخم ونغلب هذه الهواجس على القراءة الأخرى وهي هواجس تقليدية. ويرتبط أيضا في جزء آخر من هذه الهواجس مرتبط بالخشية من تصاعد التوتر في الضفة الغربية، وبالتالي حدوث أزمات ومشاكل، وبالتالي ينعكس على الأردن والأمن الوطني الأردني، بخاصة في موضوع الضفة الغربية والقدس وإلى آخره، وربما لا سمح الله تطور الأزمة حتى ما بين الفصائل الفلسطينية أو قيام إسرائيل بأعمال داخل الضفة الغربية تؤدي إلى أوضاع جديدة في هناك. هذه قراءة. القراءة الأخرى اللي أعتقد إحنا لازم نتطلع عليها اللي هي القراءة التي ترى أن ما حدث يخدم الخطاب الدبلوماسي الأردني، يخدم الرواية الأردنية، يخدم التحذيرات الأردنية، أن القضية الفلسطينية قضية مركزية لا يمكن أن تقفز عليها. القضية الفلسطينية إذا لم تحل كل عمليات السلام والتطبيع اللي عم بتشوفوها لن تأتي بنتيجة. أن موضوع القدس موضوع خط أحمر عند العرب والمسلمين، وإذا لم ينفجر اليوم سينفجر هذا اللغم غدا وبعد غد وإلى آخره. كل ما كان يقال أردنيا بهذه الجزئيات وأنه بالتأكيد
الطرف الوحيد عالميا الوحيد حصريا الذي كان يتحدث عن هذا السيناريو الأردن، ويحذر من وقوع هذا السيناريو. حتى بآخر خطاب قبل أسبوعين كان بالضبط ما هو أسوأ. إذن عندما تأتي هذه الأمور ولم يكن أحد يستمع إليك، أنا أعتقد مصلحة الاستراتيجية الأردنية والأمن الوطني الأردني يرتبط اليوم أكثر من أي وقت مضى بالقول بأنه ما حدث يؤكد أنه لن تمر عملية هضم حقوق الفلسطينيين وإلغاء حقهم السياسي وإلى آخره، وبالتالي علينا أنه يعني نقرأ ما حدث بشكل جيد، نعيد النظر في تفاعلنا مع الوضع بفلسطين، التغيرات الجديدة، هاي تغيرات مش تغيرات تقليدية، هاي متغيرات مهمة ليست تكتيكية، جذرية وعميقة وحقيقية وعميقة، وأعتقد ممكن إنه التفاهم مع القوى الفلسطينية والشخصيات الفلسطينية وفي الضفة الغربية على كثير من الأمور، من ضمنها إنه أيضا ندرك إنه الوضع الشرعي للسلطة الفلسطينية اليوم والحالة التي وصلت إليها والأمور التي أدى إليها هذا السيناريو، يعني الدور الأردني الفترة القادمة حماية للمصالح الأردنية والأمن الوطني الأردني بحاجة إلى مراجعة وإلى تطوير، وأعتقد إنه أمام الأردن فرصة كبيرة في المرحلة القادمة حتى على صعيد التعامل مع التصعيد الحالي ومع الحرب الإسرائيلية، دور الأردن كوسيط استراتيجي بين حماس وما بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، دور الأردن في الوضع العديد من النقاط، أنا بعتقد هذه مرحلة لابد أن يقوم الأردن فيها بدور كبير، لا أن ننتظر إلى ماذا ستؤول نتائج ما يحدث حاليا. مشان هيك يمكن بدأت الاتصالات الأردنية مبكرا قد تكون جزء منها في هذا السياق، يمكن دكتور أحمد صحيح، ولكن أنا أتمنى أنه ما يكون فقط القضية الرئيسية التهدئة. القضية الرئيسية إنه هذا الذي تحدثنا عنه سابقا وهذا الذي يحدث، القضية الرئيسية إنه هناك انتهاكات من قبل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، القضية اليوم وبصراحة إذا 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 أنا بتفق مع عريب، لكن بدنا نحذر من شغلة، إذا لم تكن هنالك روافع إعلامية قوية سواء من الأردن ومصر وحتى السعودية وغيرها من الدول للرواية الفلسطينية، ستبقى الرواية الإسرائيلية التي تتسيد الإعلام الغربي. الرواية الفلسطينية بدها روافع، بدك ناس تجلس على الطاولات وتقولوا يا عمي هؤلاء كمان بشر مثل ما انتوا حزنتوا على الإسرائيليين وصرتوا تقولوا إسرائيل أندر أتاك، طب الفلسطيني اليوم عم بتصير فيهم مجازر ضد الإنسانية. صحيح. إذا ما هذه كلها من القضايا اللي أعتقد أنه بحاجة إلى فعلاً أدوار استراتيجية حيوية أردنية في الوقت القريب وفي الوقت البعيد. تمام أستاذ عريب، بالسياق يعني ذاته كل ما كان يقول عنه الأردن من عناوين رئيسية وحتى آخر خطاباته وحتى بالأمس والتصريحات الرسمية وحديث أيضا جلالة الملك بصحيح في حديث عن وقف التصعيد بخطورته على الأبرياء والمدنيين، لكن التحديد التأكيد أيضا أنه ما تشهد وشهدته مدن الضفة الغربية من انتهاكات متواصلة كان هذا سبب منه، وغياب الأفق السياسي الحقيقي، كل هذه أدت وستؤدي إلى عنف وإلى تفجر دوامة الصراع. صدري شوف يا سيدي، يعني إحنا في أزمة غير مسبوقة. صحيح. في موضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. يجد الأردن نفسه في هذه الأزمة مضطر للحديث مع الوسطاء الآخرين مش مع طرفي الصراع. إحنا ما لنا علاقة منيحة مع إسرائيل، مع المستوى السياسي على الأقل في إسرائيل، علاقتنا فاترة جدا مع حكومة نتنياهو بن كفير سموتريتش، بالتالي ما لنا دالة وما لنا تأثير، يعني حتى نكون صريحين في هذا المجال، وفي فجوة معروفة بهذا المعنى. وفي المقابل إحنا ما في عنا علاقات مع حماس تسمح بالقيام بدور فاعل، ما لنا دالة على حماس، اللي إلهم دالة على حماس المصريين بسبب الجغرافيا ومعبر رفح المعبر مش بسبب السياسي، والقطريين والأتراك وإلى آخره بهذا المعنى. أنا رأي هذا الوضع لا ينبغي أن يستمر على الأقل مع حماس، مع إسرائيليين إلى الجحيم، يعني ما لا أطالب بتنشيط الخط مع إسرائيل أبدا، يعني شايف كيف، بالعكس شايف كيف، بس مع حماس على الأقل. نقطة ثانية، إحنا عطينا كل أوراقنا في رام الله، ورام الله فيها مشكلة ومشكلة بنيوية كبيرة، والآن بعد العملية هاي مكانة الحركة الوطنية الفلسطينية التقليدية فتح والمنظمة والسلطة يعني تتضاءل في أوساط الشعب الفلسطيني ودورها وتأثيرها بهذا المعنى. هذا أول. ثانيا، أنا بعتقد من حيث لا تدري أو تدري، بس على الأغلب من حيث لا تقصد ولا تدري، حماس خدمة الأردن في نقطتين أساسيتين جوهريتين، ألا وهما؟ الأولى أنها برهنت
أن فلسطين أولا وأن فلسطين هي القضية المركزية، وأنه لو بتعملوا سلام مع كل العالم العربي والإسلامي بدون سلام مع الفلسطينيين بدون تلبية حقوق الفلسطينيين ما في لا أمن ولا في استقرار، وهذا جوهر الرواية الأردنية. طب حدا بيقدم لك هيك فرصة، لماذا لا ننقض عليها ونمسك بها ونبني عليها؟ هذا أمر بالغ الأهمية أنا في رأيي. وهنا بدك حراك دبلوماسي يتخطى الاتصالات إلى دور فعلي، إلى دور مباشر مع 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 الأطراف الفلسطينية. النقطة الثانية، طب نحن نشكو من أن إسرائيل تقوض الرعاية الهاشمية المقدسة بسبب كل هذا المسلسل ومن التقسيم الزماني اللي عم بصير ومخاوف من التقسيم المكاني وكل هذا الكلام. الآن حماس تربط هذه المعركة بالأقصى، قلنا المسرى والأسرى، كانوا بيقولوا أن هذه الانتهاكات لا تؤثر ولن تحدث أي تغيير في حالة الاستقرار. لا، الآن إحنا في حرب، في حرب. سببها أساسا الأسرى والأقصى والمسرى. إذن لماذا لا نبني على شيء مقتضى؟ لماذا لا نبني على؟ أنا بعتقد إحنا بحاجة لإعادة نظر جدية في هذا المجال. وقف التصعيد الآن مهم، امبارح لا مش مهم كان، بس الآن مهم. الآن أنا لو بدي أشتغل تكتيك أنا أول يوم بطلع بيان بدين في إسرائيل وبحملها المسؤولية عن كل هذا الذي يجري، وأنه هذا ثمرة سياساتكم الفاشية الحقيرة زي ما كانت تطلع ببياناتنا، وإحنا كنا نقول هذا الكلام بقوة. أنا بقدر أطلع لك 1000 بيان من الخارجية الأردنية بهذا المعنى. أما وقد حصل النصر الفلسطيني، الآن مطلوب درء الضرر الإسرائيلي عن غزة، والآن بدك تطالب الإسرائيليين مش تطالب الطرفين بضبط النفس ووقف التصعيد، بدك تطالب الطرف الإسرائيلي بالجنوح للقانون الدولي، للقانون الدولي الإسلامي والإنساني، عدم وقف وعدم الاستمرار في يعني إراقة دماء الغزاويين وعدم صب حمم الغضب والنار على رؤوسهم ورؤوس أطفالهم. أنا بعتقد إحنا بحاجة لمقاربة جديدة بهذا المعنى، لأنه هذه المعركة بتخدمنا إلى حد كبير، بتخدم كل فرضياتنا المؤسسة لخطابنا السياسي ولسياستنا الخارجية ولأمننا الوطني ومصالحنا ومستقبلنا. إذن لماذا نبقى ندير هذا الملف بالهواجس اللي حكى عنها محمد قبل قليل؟ طيب الحديث يتسع ويتواصل، لكن بقى لدي يمكن أقل من دقيقة وسؤال كبير. أنا عارف وجهة نظرك دكتور، لكن باختصار، قطار إنجاز التعبير، قطار التطبيع تجمد أم توقف أم انحرف عن مساره بعد العملية؟ لا أعتقد، لأنه إلى الآن لم يتجمد، ربما تباطأ أو تم تبطيئه ربما يعني، لكن الأهم من ذلك كله مش مسار التطبيع بصراحة، الأهم من ذلك كله خلق معادلة جديدة في المنطقة. المعادلة هاي كادت تكون غائبة، أنه القضية الفلسطينية سواء كان هناك تطبيع إقليمي أو دولي أو إلى آخره في حق فلسطين، القضية الفلسطينية قضية مركزية في الأمن الدولي والأمن الإقليمي، وهذا اللي كان يتحدث فيه جلالة الملك بشكل كبير، وكان يتحدث فيه لما تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتم الحديث فيه في مرحلة لاحقة. فاليوم الرسالة أهم من كل قصة التطبيع، لأنه الإسرائيليين كانوا فرحين واعتقدوا أنه المسألة انتهت وإلى آخره مع التطبيع. اليوم جاءت الرسالة واضحة أنه طبعوا كما شئتم، فهنالك قضية وهنالك معركة وهنالك، واليوم في معادلة تغيرت. اليوم الفلسطينيين لم يعودوا ينتظروا جيوش عربية، لم يعودوا ينتظروا مددا، لم يعودوا ينتظروا، أصبحوا يعني يعتمدون على قدراتهم العسكرية سواء حتى في الضفة الغربية الفصائل وسواء في كتائب القسام. لكن المطلوب من العالم العربي ألا يخنق الفلسطينيين أكثر وأكثر، وألا يتبنى الرواية الإسرائيلية. المطلوب أنه يعطيهم المساحة، يا أخي اترك لهم مساحة مجالا وادعمهم على الأقل دون أن تدخل أنت في معركة مباشرة، ادعم هذا. وأنا أعتقد اليوم مصلحة الأردن الاستراتيجية هي في ما يحدث حاليا، لأنه هذا يؤكد أنه مسألة الضفة الغربية ومسألة، تعرفت لما صار في المفاوضات السريعة، المفاوضات الأمريكية مع السعودية الإسرائيلية، لما طلع سؤال الفلسطينيين من قبل الأمريكيين ماذا تطلبون، تقدموا 3-4 طلبات بسيطة رفضتها الإدارة الأمريكية وقالت مش شايفين القضية الفلسطينية، مش شايفينها. اليوم تغير الوضع، فإحنا عشان نثبت هذا التغيير لابد أنه ما أنه يكون هنالك دور عاجل أردني في دفع باتجاه يعني عدم وصول إسرائيل لتحقيق أهدافها العسكرية في المرحلة القادمة. دكتور حمد أبو رمان، شكرا
جزيلا لك ولتشريفك، وايضا للاستاذ عريض المنتوي. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الكرام، هذه التغطيه متواصله عبر شاشه التلفزيون الاردني واثير الاذاعه الاردنيه. شكرا للمتابعه، السلام عليكم.